والله هذا شيء واضح للجميع، يعني ما يحتاج انه يختلف عليه اثنين، لانه في كوع رادو غير كوع فيجارو غير كوع تفاريس غير كوع مدري مين، يعني في يعني الاستهداف للاعب، وهذا شيء يمكن فرضته زي ما قلت لك اللوائح الضعيفة اللي ما يعني لا تغطي احتياجات المنافسات الرياضية السعودية. الوضع اللي يتعامل فيه تفاريس، يعني لاحظت تفاريس في كثير من مباريات الشباب، يعني اوكي لاعب ممتاز ولاعب جيد، لكن يمكن ياخذ كروت اكثر من لما كان في الهلال، يعني ياخذ بطاقات عديده في كل المباريات ولا يتم الحديث عنه نهائيا، في حين ان في الهلال يعني يتم وصفه وهو ما وهو يلعب كويس، يعني ما اخذ كروت، هذا جزار، هذا خطر على اللاعبين السعوديين، هذا ما ادري ايش. فالوضع يعني الميول هذا شيء مؤكد ما في اي كلام، ولكن يمكن الحصانه متى يجد حصانه تفاريز في الهلال، يعني حصانه دبلوماسيه، حصانته في الهلال يعني ما منحته الكروت زي ما هو الشباب، لا لان الهلال مكشوف قدام الحكام، لا لان الهلال يكسر رؤوس هالانديه وبالتالي ينجنون من اي شيء هلالي. لا شوف ما لا. هل يستطيع اعلامي هلالي يصف لاعب نصراوي بهذا الوصف الجميل اللي وصفه؟ بس اللاعب المميز دائما وين المميز للجميع؟ انت عاطف المميز يوصفونه.